يعني اليوم كان مستعجل في قراراته وكان سبب رئيسي في الخسارة. زين، يا هدف يتحمله محمد حميد، اعطوني الأهداف. الهدف يا شباب، الثالث والهدف الثالث والسادس. والسادس، نعم، الهدف الثالث خروجه متأخر. شنو نسبة تحمل لهذا؟ حتى الهدف الخامس لسعد ناطق، استدارته بهالطريقة هذه مو استدارة حارس مرمى وتصدي للهدف الخامس. إذا ممكن الجزاء. الهدف الثالث ركلة الجزاء خروجه متأخر. هذا الهدف الخامس خليه يستمر. هذا الهدف السادس هو يتحمله 100% أكيد. يعني لازم ما يبعد برجله. علي شوف إبعاده بهالطريقة هذه. لازم ينزل بيه. هو اللي حضر للمهاجم. شوف إبعاده بهالطريقة هذه خاطئ. كان مفترض ينزل. لازم ينزل بالإيد. ينزل ياخذها بالإيد وياخذها. إحنا مو دا نتكلم تقليل من قيمة الهدف. لا بالعكس. ولا بالعكس. أتمنى يصحح أخطاءه بالضبط. هذا الهدف السادس. الهدف الخامس ايضا شوف عمليه النزول بهالطريقه مو نزول حارس مرمى، نزول مدافع. اذا تعيد الهدف الخامس انا متاكد يعني متابع. نزل بقدمه تقصد؟ شوف خلي ينزل الهدف الخامس. لا هذا لا طبيعي. حمل المنظومه الدفاعيه. الهدف الخامس يا شباب هذا مال سعد. شوف راح شوف نزوله، خلي تستمر الحاله. استمر. شوف اعاده اذا ممكن، اكو اعاده بعدها. اي اكو اعاده. شوف الاعاده، بس انظر لمحمد حميد، شوف نزوله، شوف دورانه بهالطريقه. هذه الحاله راح توضح. شوف إيه. شوف نزوله، شوف كابتن يتوقف اذا هاي زميل مخرج. شوف ماكو حارس ينزل بهالطريقه. هذه نزول مدافع. إيه بس لا كابتن بس شوف. اي بس هي هاي بس هو يغطي الزاويه. كابتن بس اذا تسمح لي، هو خرج هسه خارج الجول. إيه. هذا نزول مدافع. انا ذكرت لك هو مو تقليل من قيمه الحارس. وذكرت لك الهدف الثالث تاخيره بالخروج هو اللي تسبب ركله الجزاء. إيه. الهدف الثالث ايضا كان ايضا يتحمل جزء كبير. طيب،